السلام عليكم. السلام عليكم يا ناس يا عسل. انا متضايق جدا. جالي رسالة من انسة بنوتة زي العسل كده، عروسة عندها 20 سنة، تمام؟ وبتقول لي يا كابتن خطيب، يا كابتن مالي يا بنت خطيبك؟ خطيبي بيقول لي لو ما سمعتيش الكلام هعمل فيكي، يعني هعمل فيكي زي اللي حصل في نيرة اشرف وفي سلمة ومش عارف ايه. جريد انت وهو يالا، وكل عيل مراهق شايف نفسه بقى بياخد الاحداث اللي حصلت دي كمثال للتهديد، ان قال معرفش ده انا ممكن يجيلي يوم ولو ما اتجوزتكيش هقتلك مثلا واتبحك ومش عارف ايه والكلام ده كله. والله العظيم يا جماعة، وده حصل طبعا مع ناس كتير قوي، وده اكيد بيحصل مع بنوتات كتير يعني. فايه يا رجاله؟ ايه يا رجاله اللي حصل يا رجاله؟ انا عارف يا رجاله ان احنا في ازمه وكورونا وقايمه والجواز صعب، بس يا رجاله مش لدرجه ان يعني الهطة اللي احنا وصلنا له ده يا رجاله. هذا لا يعقل ابدا. ايه اللي حصل لنا ده؟ جنون البقر ده ولا ايه؟ انا مش فاهم والله العظيم. كل واحد دلوقتي يا معلم زعلان من خطيبته ولا مراته، يقول لها ايه انا هعمل فيكي مش عارف زي ما مين عمل في مين. لا اله الا الله. عايز اقول لك ان هم جامدين قوي وممكن يعملوا فينا حاجات اصعب بكتير قوي 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 يعني، تمام؟ بجد يا جماعه والله انا اسف. طبعا اسلوبي ممكن يكون مضحك شويه، ولكن فعلا في حد كلمني وقال لي الكلام ده. فيا جماعه انا مش عارف والله العظيم، انا مش عارف الاحداث اللي حصلت دي اصلا. المفروض ان هي كارثه، كارثه بجد بكل ما تحمله معاني كل الكلمات. ده كارثة وابتلاء وشيء صعب جدا. وصلنا لمرحلة ان احنا ناخد اللي حصل ده ان هو كتهديد. ده انا مش عارف هعمل فيك زي نيرة اشرف، هعمل فيك مش عارف زي مين. ما ينفعش يا جماعة خالص والله العظيم. طيب خلينا متفقين ان نظرة الرجل مختلفة عن البنت. البنت ممكن نقول ان هي عندها استقلالية شوية، صبورة، ما تكونش مستعجله قوي في حته الارتباط او الجواز او الكلام ده كله، بعكس الراجل. الراجل تلاقي عنده الدافع ده اقوى بكتير. ما تعرفش بقى اسباب فسيولوجيه، اسباب سيكولوجيه، اسباب الرجال قوامون على النساء، يعني ليها اسباب كتير قوي. الرغبه في الارتباط العاطفي والكلام ده بيكون عند الرجل، عند الشاب او الراجل بيكون اقوى بكتير من عند البنت. طيب بصوا بقى يا جماعه، انا هقول لكم البنات بتفكر ازاي. بص، مع البنت لما تيجي فعلا تكون عايز ترتبط بواحد او يكون زوجها، البنت رقم واحد مش بتبص لشكله وطوله وعرضه وسمته، لا، البنت اكتر حاجه بتبص عليها ان هو راجل هيحميني، هيخاف عليا، هيتقي ربنا فيا، راجل بجد بكل معاني الكلمه، بيغير عليا، بيحبني، بيحتويني، كلامه كويس. فالبنت وكمان شغله، عنده وظيفه، بتاع شغل مش بتاع مرقعه وقاعده في البيت كل شويه. فالبنت يهمها في الدرجه الاولى الموضوع ده كله، يعني لا وسامتك ولا شعرك الناعم ولا عينك الخضراء يا باشا، هو ده رقم واحد عندها. لا، هي رقم اتنين عندها بقى طبعا مظهرك، واكيد طبعا لازم تهتم بمظهرك، يعني مش هتكون سايب نفسك كده. بعكس بقى احنا كشباب، الشاب ممكن تلاقيه مندفع شويه. عشان كده حبيب قلبي نصيحتي ليك، لا تجعل مستقبلك البحث عن فتاة، اصنع لنفسك مستقبل يكن حلم كل فتاة. هتفضل انك انت تفكر في الارتباط والحب وانت اصلا لسه ما عندكش شغلانه ومش مخلص دراسه ومش مخلص جيش، وترتبط وتسيب ودي تبيعك ودي مش عارف ايه، وتيجي تصدع دماغنا باغاني مصطفى كامل الحزينه واختيارنا وخساره الرحله وتتعب نفسك وتتعبنا معاك. ليه يا حبيب قلبي؟ ليه؟ ركز في دراستك، تخلص على خير باذن الله رب العالمين، تمام؟ تخلص جيشك، تشتغل، تخلص شقتك، خلاص كده انت مستعد. هيكون انت اللي عندك الاوبشنز كتير، يعني البنت هي اللي هتكون مستنيه. انت بقى دي عجبتك دي مش عجبتك، ساعتها ربنا يوفقك. لكن انت لسه بتقول يا هادي ولسه داخل الكليه وعايز ترتبط وتحب، وشايف لي فيلم تايتانيك، وشايف لي فيلم مش عارف سكارليت جوهانسون ولا انجينا جولي، ومتأثر لي بالجو ده فما ينفعش خالص. فيا جماعة، كل بنت بجد لازم نعتبرها ان هي اختنا، كل بنت نعتبرها والدتنا. فاتقي ربنا في نفسك وفي بنات الناس،
بجد هتكون انسان جميل جدا. والبنت اصلا مش بتحب الراجل الزنان الفضولي خالص، الفضولي قوي.